أعزائي المشاهدين، مسي عليكم بالخير ونرحب فيكم أجمل ترحيب في برنامجكم الأسبوعي العين الساهرة. وحلقتنا لهذا الأسبوع راح نتكلم عن استعدادات وزارة الداخلية والجهات الحكومية المساندة لموسم البر والتخييم. راح نتعرف على أهم الاشتراطات وأهم الشروط وأهم الجهود المبذولة في هذا الموسم. راح تكون عندنا عدة لقاءات مع عدة مسؤولين في هذا الشأن، تابعونا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. بداية حقيقة احنا عندنا دائما كالعادة مثل كل سنة عندنا نقطتين موجودات في المنطقة الجنوبية والمنطقة الشمالية. الشمالية اللي هي عندنا صوب طريق العبدلي كيلو 8، والجنوبية عندنا صوب اللي هي المتعارف عليه برحال، المكان اللي خلينا نقول في مثل مركز تجاري او خدمات وما خدمات. فهني في عندنا اللي هي النقطه الجنوبيه ومعروفه، يعني عند الناس كلهم في كل سنه هذه موجوده ومعروفه في الاماكن هذه. من اعمالها طبعا راح يكون يشارك معنا في نفس النقطه هذه اللي هو الاخوان في الطوارئ الطبيه، في معنا مشاركه من الاخوان في البلديه، بالاضافه الى طبعا الاخوان في النجده والمرور، وكذلك اخواننا في القطاعات الأخرى من وزارة الداخلية متمثلة في نقول في المباحث الجنائية وكذلك من الدولة. كل القطاعات هذه راح تشارك في هذا العمل سنوي، مو بس السنة هذه. بالإضافة أنت عارف بعد عندنا الموروث الشعبي راح يكون من الناحية اللي صوب السالمي، هذا غير اللي هو عملية التخييم وأمور التخييم. لله الحمد العام بدأنا في الخطة هذه، حطيناها العام واشتغلنا عليها، لقينا الحمد لله انخفاض عالي جدا في معدلات الشكاوي، في معدلات المشاكل، في الحوادث، في الحرائق. طبعا السنه نفس الشيء، وطورنا شوي عليها زياده في عمليه اللي هي تكثيف خلينا نقول الافراد، تكثيف القيادات اللي موجوده على النقطه هذه حتى تستطيع ان تغطي هذه الاماكن. وانت مثلا انتم عارفين النقطه، النقاط الجنوبيه والشماليه حددوها حسب تخطيط البلديه الى 18 موقع تقريبا مرخص تستطيع انك تخيم فيه، ما غير ذلك سوف تزال. يعني مجرد اجيك انت في مكان غير المخصص، المناطق اللي خصصت من قبل البلديه واللي وافقت عليها وزاره الداخليه في الاماكن هذه راح تزال فورا في عمليه اللي هي خروجك برا المناطق المسموح فيها. احنا بالنسبه لنا طبعا راح تكون تواجدنا في يعني كدوريه سياره ما بين المخيمات في حال اي شكوى، في حال الاستهتار، في حال الرعونه، في حال تعريض الناس للخطر، تعريض نفسك كذلك للخطر. هم راح تشوفنا قريبين جدا منك في انتشار الدوريات اللي راح تكون موجوده سواء كانت نجده او امن عام او الاخوان في المرور، بالاضافه الى الدوريات الغير منظوره اللي هي نحن ما نتعرف عليها والمباحث الجنائيه. اخوان المباحث الجنائيه راح ينقلوننا اي حدث راح يصير، يكون مثلا بعيد عن عيننا او ما شفناه وما كان يمنا اي دوري، راح يبلغون احنا اتصال مباشر وياهم بان الاجهزه شغاله وراح نكون على اتصال فوري في هذا الامر. احنا دائما النقاط الامنيه نحاول ما نرفع فيها الاشياء اللي ما نحتاجها، نخلي فيها الضروريات فقط، منها الدوريات، منها تكون على شكل شاليه او خيمه تكون موجوده حتى تغطي بس الخدمات. المكان ليس فقط للجلوس، المكان للانطلاق منه للعمل منه، وليس مكان ثابت كهموم وكمخفر مثلا او شيء، لا، هي نقطه ننطلق منها. دائما احنا متفقين مع اخواننا في الطوارئ الطبيه واخواننا في الاطفاء
أن سياراتهم تكون هنا وتكون تحت عيوننا وتحت عيونهم، وبالتالي أن تحركاتهم لتغطية هذه القطاعات سهلة جدا من المواقع هذه اللي تم الاتفاق عليها واللي اتفقنا عليها مسبقا يعني خلال 3 سنوات الإضافة. لله الحمد نشوف أن الخطة اللي تمت بيننا وبينهم ويعني ساعدت كثير في عملية نزول البلاغات، نزلت البلاغات، صار عندنا كثير انخفاض في عملية الشكوى من بعض الأمور، منها الاستعراض، منها الرعونة، منها الحرائق، منها كذا. وأنا كذلك ما يعني أحب أني أنوحك شغلة اللي هي أنا أشكر الأخوان اللي موجودين معانا في البر من اللي هم نفسهم مقيمين متعاونين تماما في هذا الأمر، وكذلك يعني تشوفهم في كل الطرق يعني يحاولون أن يتحاشون عملية اللي هي الإزعاج، عملية المشاكل اللي تحصل ما بين الجار والجار، عملية اللي هي الحرائق، شنو اللي يسبب الحرائق، منتبهين على بعض مخيماتهم كجار لما يشوف أي ظاهرة فيها نوع من أنواع خلينا نقول أن الجار منتبه أن فيه كأن جارة قاعدين سرق أو في عبث عنده جنبه، قاعد يبلغون على طول سواء يروح للنقطة يبلغ أو قاعد يدق على العمليات المركزية اللي تتلقى البلاغ وتعطيه فورا حق اللي هي النقطة الثابتة الموجودة. فينطلق من الجميع ولله الحمد نشوف الحمد لله ما عندي سرقات يعني صارت إلا يمكن سرقة واحدة العام وتم ضبطهم أثناء السرقة بنفس اللحظة انضبطوا ونمسكوا، وكانوا طبعا من جاليات آسيوية كانوا يسرقون اللي هي المواطير، يسرقون بعض الأشياء من الخيام، وهذه كانت الحمد لله سيطرنا عليها في سرعة قياسية جدا بسبب تعاون الأخوة اللي موجودين اللي في المخيمات. تعد وزارة الداخلية خلية نحل دائبة الحركة تسعى لنشر الأمن والأمان وتعمل جاهدة بشتى الطرق لحماية المواطن والمقيم على أرض دولة الكويت، حيث تقوم بوضع الخطط والترتيبات الأمنية لكل المواسم والمناسبات في دولة الكويت. وفي موسم التخييم بالبر تعمل وزارة الداخلية على الحيلولة دون وقوع أي حوادث أو سلوكيات غير مستحبة. وبمناسبة استعدادات وزارة الداخلية لموسم التخييم بالبر ومع انطلاق موسم التخييم لهذا العام وحرصا على سلامة المواطنين والمقيمين من مرتادي مناطق التخييم خلال هذه الفترة، فإن وزارة الداخلية وضعت الخطط الأمنية الشاملة من أجل توفير الأمن والسلامة خلال موسم التخييم من خلال مركز خدمات المخيمين. غالبا الشكاوي الناس متعودة على الاتصال على 112 وبعدين ينقلون الشكوى، والأخوان في إدارة العمليات المركزية قاعد تنقل بسرعة عالية جدا إلى المواقع المختصة مباشرة سواء لا سمح الله في حالة حريق أو في حالة الشكاوي على شيء خلل معين، خلينا نقول إزعاج من استعراض البقيات أو مثلاً خلينا نقول مشاجرة أو غيره أو شيء، قاعد تنقل فوراً للنقطة الأمنية تعالج الأمر هذا بشكل مؤقت حتى تكتمل اللي هو الإجراءات الكاملة المتبقية في هذا الخصوص أياً كان، سواء لا سمح الله حريق أو سرقات أو مضايقات أو إزعاجات مرورية أو شيء من هذا. قاعد نتلقاه عن طريق مباشرة أو النقطة الأمنية أو مباشرة عن طريق اللي هو الأمنيات المركزية، لكن اللي أهم من ذلك أنه شنو عندك المشكلة أن عدم الانتباه للأبناء، يعني على سبيل المثال أنك أنت مثلا قاعد داخل الخيمة وتارك لي أطفال حتى برا حدود المخيم مالك وبقيات رايحة وسيارات رادة وما نعرف إيش، وما توعى إلا صار لك حادث في الدهس
أو يطلع من داخل معصب يصرف، أنت مجرد بلغ وإحنا نتصرف، لا تحتك في المستهترين، لأن هذا هو مستهتر، هو معتبر نفسه في بر ومعتبر نفسه أن هذه حرية وأنا مرتاح وأنا قاعد أستانس وما هم راحتك أنت. فبالتالي أنت بس مجرد تعطينا البلاغ هذا إحنا نعرف شلون نعالج لك هذا الخطأ، فما في داعي أنك أنت تطلع وتسبب في مشكلة أخرى اللي هي مشاجرة ولا إصابات ولا تكبر السالفة، وهي الموضوع سهل جدا وعلاجه سهل جدا، مجرد أنك أنت تبلغ إحنا نتحرك على هذا البلاغ وننهي لك إياه وخلاص. اللي هذا قاعد يستهتر مو محترم جاره ولا محترم الناس اللي ولا شايف ولا معبر الجهال هذا الصغير اللي قاعد تلعب هني بالغبار وبالخطورة هذه كلها، هو مو مهتم، فتبي أنت تتفاهم معاه تقول له استح ولا ما استح بيرد عليك، ما راح يرد عليك، حنا نتصرف، تركونا المجال حنا نتصرف، وحنا أكيد راح نكون إن شاء الله نحسن. أنا دوري كرجل شرطة بالدرجة الأولى أني أقدم كل ما يطلب مني من الجهات الحكومية على الأطلاق أيا كانت هذه الوزارة. فبالتالي إحنا في موقع معين قاعدين نقوم في عمل متكامل. البلدية لما يكون عندهم شكوى على إزالة مكان معين إنه غير مرخص، خلينا نقول ما نقول ما ندش مواضيع ثانية، خلينا نقول على الغير مرخص، يعطى إنذار ويسلم للإنذار، وبالتالي يعطى المدة اللي هم يعرفونها يومين ثلاثة لإزالة المخيم المخالف. في حال عدم إزالته راح يجون في المعدات الخاصة فيهم بمعيتنا، وإحنا راح نقدم لهم العون، كل العون حتى يقوموا بواجبهم. هذا إذا كان عملية ترخيص، ما في ترخيص. إذا كان هناك شكاوي متعددة في أمور معينة، على سبيل المثال واحد قلب المخيم إلى مقهى ومطعم، هذه تصير وصارت العام، وطلعوا البلدية وأنذروه مرة وأنذروه اثنين وثلاث إلى أن تم اتخاذ أمر نهائي بإزالته بالكامل، وتم إزالته فورا. بلا شك الإدارة العامة للإطفاء لها دور في عملية تنظيم المخيمات الربيعية، وهذا العام الرابع على التوالي لله الحمد، يعني بعد الانتهاء من الاجتماعات اللي يعني أجرتها الجهات المعنية في موسم التخييم، يعني لله الحمد طلعنا بنتيجة هذا العام. يعني إن شاء الله الموسم راح يبدأ في تاريخ 15 من شهر نوفمبر وينتهي في 15 من شهر مارس من كل عام. هذه الفترة الأربع شهور تتضمن إشراطات خاصة في يعني الوغائم الحريق. الإشراطات هذه احنا يعني سهلنا فيها كثيرا على المواطنين المقيمين الراغبين بالتخييم عن طريق توقيع يعني تعهد إلكتروني، وهذا التعهد الإلكتروني موجود في موقع بلدية الكويت. هذا ما يتعلق في يعني مخيمات الأفراد، ولكن عندنا أيضا هناك مخيمات يعني الجهات الحكومية وأيضا المؤسسات والشركات، هذه طبعا لها شراطات خاصة. على صاحب الترخيص أن يراجع الإدارة العامة للإطفاء أقرب إدارة وقائية تابعة لمحافظته حتى يعني يطبق الإشراطات الوقائية في المخيم، ومن ثم أيضا يتم استخراج الترخيص بعد المعاينة لموقع التخييم. إحنا لو تكلمنا عن الإشراطات الخاصة في مخيمات الأفراد، هي يعني كما هي مثل الأعوام الثلاث الماضية، أن تتباعد مسافة الخيام عن بعضها بما لا يقل عن 5 أمتار، وأيضا نحرص على أن يكون المطبخ والمولد الكهربائي بعيدا عن الخيام بمسافة لا تقل عن 10 أمتار، مع يعني ضرورة التمديدات الكهربائية أن تكون ممددة بصورة مطابقة لمواصفات وزارة الكهرباء والماء، وكذلك اقتناء عدد مطفأتين حريق سعة 4 كيلو نوع بودرة جافة، وهذه تضع في المخيم. وإذا كان في هناك أيضا عدد كبير من الخيام، احنا طبعا يفضل أن نزيد من عدد المطفأات. عندنا أيضا يمكن موقع التخييم، يعني احنا كنا بالسابق قبل يعني عملية التنظيم اللي صارت لموسم المخيمات الربيعية، كنا نعاني من اختيار مواقع خاطئة للتخييم، وهذه المواقع كانت فيها خطورة على يعني الأرواح والممتلكات، خصوصا
احنا نتكلم عن المواطنين المقيمين اللي طبعا يخيمون في البر. الان هذه العمليه لله الحمد يعني تلاشت بعد العمليه التنظيميه وايضا تحديد المواقع اللي قاعد يتم عن طريق بالاخوان في بلديه الكويت، وهذا كله الحمد لله اليوم يعني اثمر بنتائجه. يمكن احنا لو تكلمنا عن الاحصائيات الخاصه في الحوادث خلال موسم التخييم، احنا عندنا كل سنه احصائيه خاصه في موسم التخييم، لله الحمد النسبه في انخفاض. احنا لو تكلمنا عن قبل بدايه تطبيق القانون كان عندنا في العام الواحد يصير عندنا خصوصا خلال فتره التخييم ما يقارب 600 او 700 بلاغ، الان يعني ولله الحمد وصلنا الى تقريبا 60 بلاغ و40 بلاغ. هذه النسبه انخفضت كثيرا لان الكثير من الناس عندهم طبعا تطبيق للاشراطات الوقائيه. الاداره العامه للاطفاء اشترطت ان تتباعد الخيام بمسافه لا تقل عن 5 امتار، وهذا كله لا سمح الله لو صار عندنا حريق في احدى هذه الخيام حتى لا تنتقل النار الى الخيمه المجاوره. فاحنا يعني فضلنا او قسنا المسافة المثلى أن تتباعد بما لا يقل عن 5 أمتار، لا يعني ذلك أن احنا ما ننصح أن تتباعد أكثر من هذه المسافة على حسب مساحة المخيم وأيضا على حسب عدد الخيام. احنا نفضل أن تكون المسافة متباعدة لأن الحريق إذا صار لا سمح الله في هذا المكان الخيمة مصنوعة من قماش وراح تنتقل فيها النار بسرعة أو تنتشر بسرعة. عندنا احنا يمكن أيضا من ضمن الأمور المهمة التمديدات الكهربائية أن تكون ممددة يعني داخل مواسير أو يعني بصورة آمنة حسب إشراطات وزارة الكهرباء والماء، لأن أيضا من المعروف أن التمديدات الكهربائية يحصل فيها إذا ما كانت ممددة بصورة جيدة يحصل فيها تماس كهربائي وهذا يؤدي إلى اندلاع الحرائق في المخيمات. لما نتكلم إحنا عن الإضاءة واختيار نوعية الإضاءة أن تكون يعني إضاءة غير حرارية، هذه أيضا تساهم بشكل كبير في الحفاظ على يعني الأرواح والممتلكات في المخيم. الإضاءة الحرارية دائما تكون مصدر لإشعال الحرائق. لما احنا نقول ان ما نلامس يعني سقف الخيمة اللي هو من القماش ان نجعل مسافة متباعدة بين لمبة الإنارة وسقف الخيمة، هذا ايضا فيها حيطة وحذر وكذلك نوع من الوقاية من اندلاع الحرائق. بلا شك الإدارة العامة للإطفاء تعاون كبير مع جميع الجهات المعنية بموسم التخييم بدءا من بلدية الكويت، وزارة الداخلية، إدارة الطوارئ الطبية، أيضا الهيئة العامة للبيعة، يعني كل الجهات اللي قاعدة تشارك معنا في موسم التخييم بيننا وبينهم اجتماعات مكثفة طبعا لصالح لتكون هذه الاجتماعات لصالح هذا الموسم. يمكن احنا من ضمن الإشراطات اللي قاعدين نضعها هذه الإشراطات أيضا تناقش من خلال الاجتماعات اللي طبعا قاعدة تقام في بلدية الكويت. لله الحمد يعني أثمرت هذه يعني أو أثمر هذا التعاون عن نجاح موسم التخييم في الأعوام السابقة، ونأمل كذلك أن يكون هذا العام ناجح كما نجحت الأعوام السابقة. احنا يمكن نتكلم عن يعني استعدادات هذه الجهات للتعامل مع فترة التخييم اللي هي يعني مكونة من 4 شهور. الإدارة العامة للإطفاء تشارك كذلك في النقاط الأمنية، ولكن يعني عندنا العام السابق يعني ما وضعنا نقطة أمنية لأن النقطة الأمنية كانت مجاورة لمراكز الإطفاء، ويعني هني أيضا زاد التنسيق من خلال يعني الجهات المعنية أن تكون فرقة الإطفاء موجودة في مركزها، وفي حال لا سمح الله تلقي بلاغ تطلع جميع الفرق من مكان واحد لأن هي تكون ملاصقة للمسافة اللي تبعد يعني عنها النقطة الأمنية كانت 300 متر. وهذا العام كذلك حسب ما تم إبلاغنا راح إن شاء الله نتبع نفس النظام، وإذا كان في هناك منطقة جديدة قد يعني ترى بلدية الكويت أن تفتح التخييم في منطقة بعيدة عنها يعني مراكز الإطفاء راح نضع إن شاء الله نقطة أمنية بالتعاون طبعا مع أخواننا المشاركين معنا من الجهات الأخرى. دور البلدية دور لها كبير طبعا بخصوص المخيمات. احنا اجتمعنا مع عدة وزارات بخصوص تحديد المواقع، تدري في مواقع ممكن ترفض فيها وزارة النفط او وزارة الاسكان او وزارة الدفاع في اماكن لها يعني
غير مسموح فيها. ممكن يكون في مثلا في مشاريع عليها وزارة الأشغال أو مشاريع إسكانية تابعة لوزارة الأسكان يتم تحديد فيها المواقع اللي تسمح فيها. طبعا المواقع اللي تم تحديدها 18 موقع من ضمنهم المنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية. تم تحديد المواقع. الشروط اللي تم وضعها من قبل البلدية بخصوص التراخيص، ترخيص عن طريق الأونلاين، رخصة المخيم إذا كانت مساحة المخيم للأفراد 1000 متر، القيمة 350 للأفراد، 50 رسوم البلدية و300 تأمين للمخيم. بخصوص الشركات والمؤسسات والهيئات الحكومية، المساحة 5000 متر، ضوابط وشروط البلدية تم تحديدها، والأماكن اللي يرخصون فيها الهيئات الحكومية والمؤسسات يأخذون فيها المواقع مساحتها 5000 متر، وتحدد لهم أماكنهم البلدية بناء مع مخاطبتنا للجهات، الجهات الحكومية اللي هي وزارة الأسكان ووزارة النفط ووزارة الدفاع بخصوص الأماكن اللي ما تعيقهم. نطالب بالمواقع، مثلا خاطب وزارة الأسكان مثلا المنطقة الجنوبية، مثلا منطقة الريفجان يخاطبنا فيها وزارة الدفاع أو وزارة الأسكان في مشروع قائم عليها، إذا قالوا ما في أي مشاريع عليها ونسمح فيها في مواقع التخييم. طبعا المناطق المسموح فيها المنطقة الجنوبية الريفجان، بر صباح الأحمد، نادر، نويصيب، خيرة، هذه الأماكن المسموح فيها في المنطقة الجنوبية. أما المنطقة الشمالية الصبية، المطلع، السالمي. الجو تعدل وجواء البر والمخيمات بالكويت الصراحة ما تتطوف. شوفة الربع، شوي شاي على الفحم، الله. نتجنب المواقع العسكرية والمنشآت النفطية وأعمدة الضغط العالي، ونحرص على تغطية مولد الكهرباء والكيبلات، وننتبه للأحمال الزايدة. غاز أول أكسيد الكربون اللي يطلع من الفحم وقت الاشتعال خطر جدا، انتبهوا وتحطون الدوة داخل الخيمة. نصحوا أبنائكم بخطورة البقيات وضرورة عدم قيادتها في الطرق الرئيسية والأحياء السكنية. الاحترام وعدم إزعاج الآخرين واجب علينا. حافظوا على نظافة المخيم وتجنبوا حرق النفايات. إذا بتقرصون شيء بالسيارة تأكدوا من المواصفات الفنية أنها تكون مطابقة للمركبة ولازم تنظاف بالدفتر. كاميرا بوينت تو بوينت ترصد تجاوزات السرعة. التزم بقوانين المرور للحد من الوفيات والمخالفات المرورية. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما انت عارف ان موسم التخييم يعتبر من اهم المواسم اللي يرتادون فيها اهالي الكويت الى البر، واللي تكون مدته تقريبا 14 يبدا من 15 نوفمبر وحتى 15/3. هذا الموسم طبعا تتعرض فيها البيئه البريه لعديد من الممارسات الخاطئه، منها انضغاط بالتربه، تفكك التربه، الاليه اللي يتعاملون فيها مرتادين البر في عمل المخيمات سببت كثير من تدهور في المنطقة البرية. هذا الأمر خلال عشرات السنوات سبب وضعت الهيئة العامة للبيئة عدد من الضوابط واللوائح التنسيقية ما بينها وما بين بلدية الكويت للحد والتقليل من الممارسات الخاطئة أثناء موسم التخييم. طبعا إحنا في البداية دائما قبل الموسم تكون هناك اجتماعات تنسيقية مع البلدية نضع فيها عدد من الآليات كآليات الرصد والمراقبة، المخالفات، توزيع مواقع التخييم واعتمادها، أيضا التدقيق والرصد المستمر بالتفتيش مع البلدية وشرطة البيئة. بالنسبة للتخييم العشوائي، يعني مثل ما أنت قلت هو تخييم عشوائي، إن المرتادين البر يلاقون لهم أي مكان ويخيمون فيه
مو معتمدين على النظام الإلكتروني المعتمد واللي تم اعتماده من قبل بلدية الكويت بتحديده. البلدية في كل سنة تضع تقريبا وتحدد ما بين 18 إلى 20 موقع بالتعاون مع الجهات ذات الشأن البيئي. هذه الخريطة يحددون فيها مواقع واللي تكون ملزمة على جميع المواطنين ومرتادين البر بالالتزام في هذه المواقع. غير هذه المواقع تعتبر مواقع عشوائية. فاللي حاصل للأسف شديد يعني في كثير من المرتادين البر يخيمون في أماكن بعيدة عن الأماكن المحددة، حتى لو يعني منها مثلا في المناطق الجنوبية تكون بعيدة عن مناطق وفرة وعريفجان كاظمة، تكون قريبة من المناطق المعتمدة ولكنها ليست داخل حدود المخيمات اللي مرخصتها بلدية الكويت. هذه تعتبر مخيمات عشوائية. بالنسبة حق فرق التفتيش، في كل عام يتم التنسيق عن طريق لجنة التخييم التابعة لبلدية الكويت بتشكيل عدد من الفرق التفتيش واللي تكون ممثلة من الهيئة العامة للبيئة وبلدية الكويت وشرطة البيئة. طبعا آلية هذا التفتيش توزع على مناطق نقاط أمنية، يتم تحديد هذه النقاط الأمنية بالتعاون ما بين البلدية وشرطة البيئة بحيث يتم عمليات الرصد والمراقبة وآلية المخالفات من قبل المخالفين البر. كل جهة لها دورها. بالنسبة لبلدية الكويت تقوم بالإزالات الفورية للمخيمات العشوائية. احنا بالنسبه لدورنا كهيئه العامه للبيئه تطبيق ومخالفه على بند ماده 40 و 41 من قانون حمايه البيئه، والتي تكون غرامتها تبدا كحد ادنى 250 وتصل كحد اعلى 5000. بالنسبه لشرطه البيئه هو كامن عام اثناء عمليات الرصد والمراقبه والتفتيش في المناطق التخييم، وهذه طبعا تكون بشكل مستمر. فرق التفتيش تبدا قبل موسم التخييم واثناء موسم التخييم وأيضا بعد موسم التخييم. يتلقون بلاغاتكم على مدار الساعة. قضايا عديدة تسجلت بسبب إهمال قائدين المركبات. احترامك والتزامك لقوانين الدولة اللي زايرها. كثيرة هي المخالفات المباشرة. إن كل شخص راح يتم إلقاء القبض عليه وهو في حالة تسول. اللي هو 112 لتلقي البلاغ. كورة التقيد بالمشي في الأماكن المخصصة. نشر الأخبار المغلوطة، كتابة تعليق مسيء. ولتجنب أي حوادث بحرية لا سمح الله. أعزائي المشاهدين، وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا الأسبوع وشفنا مع بعض استعدادات وزارة الداخلية والجهات الحكومية المساندة لموسم البر. شفنا الدور قام فيه وزارات الدولة يعطيهم العافية لموسم البر والتخييم وأهم الاشتراطات اللي راح تبدأ من تاريخ 15/11. يعني يمكن احنا بدينا يعني الوقت هذا في قبلها بفترة نعرف الناس على أهم الاشتراطات وأهم الأمور اللي تحدث في هذا الموسم، كذلك أهم الأشياء اللي يعني يقدر ينفذها ويقدر لصاحب المخيم شلون يقدر يتعامل مع وزارة الداخلية أو يقدر شلون يتوجه إلى مثلا البلدية. كان عندنا حلقتنا هذا تنويهية تعريفية لإخواننا المواطنين والمقيمين، كذلك راح تكون إن شاء الله نقاط راح نتكلم فيها الحلقة الجاية إن شاء الله راح نتكلم عن النقاط الأمنية راح تكون في المخيمات اللي في جهة الشمال وفي جهة الجنوب، راح نتعرف على الدور اللي يقومون فيه من خلال هذه النقطة والخدمات اللي تقدم لإخواننا المواطنين. شكرا لكم وألتقي معكم في الأسبوع القادم. لكم من أجمل تحية، مع السلامة.